بطقوسه وعاداته وتقاليده ومنتوجاته المجالية الضاربة في عمق التاريخ الأمازيغي، حتى الرحال إقليم تيزنيت بعاصمة البوغاز طنجة من خلال معرض للمنتوجات المجالية المنظم من طرف المجلس الإقليمي لتيزنيت. رسائل المعرض بحمولات اقتصادية سياحية تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز. إقليم ديال تيزنيت اليوم مدينة طنجة في إطار واحد المعرض ديال المنتجات وديال الثقافة وديال التراث ديال الإقليم، والمناسبة عندها ارتباط وثيق بالاحتفاء ديال الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية وفي هذه العطلة البينية على امتداد أسبوع في جانب تضامني مع بعض الأسر ديال إقليم تارودانت المتضررة من زلزال. هذا الجانب التضامني بغاو منه المنظمين يديروا هذه الالتفاتة باش الإخوان ديال طنجة، الساكنة ديال طنجة، من خلال التسوق من عند التعاونيات كيساهموا بواحد النصيب مقدر مع دوك الناس المتضررين، بالاضافه ان كاينين تعاونيات ضيوف شرف اللي هما من الاقليم ديال تارودانت المتضرر من الزلزال. مدينه تيزنيت العتيقه التي يعود تاريخها الى القرن التاسع، وهي المدينه التي اضحت مشهوره بالمجوهرات والحلي ومعروفه بعاصمه الفضه، اليوم تبسط مؤهلاتها لساكنة طنجة. هو تسويق ترابي ديال الإقليم وطنيا، حنا بدورنا يعني السياحة اللي هي كذلك واحد لو فولي من هاد ديال التنمية المجالية، مساهمين مع الشركاء ديالنا يعني بالترويج ديال الإقليم ديال تيزنيت، وكذلك تماشيا مع الخطة أو خريطة الطريق اللي وضعتها الوزارة السياحة في الأفق ديال 2030 اللي الأساس ديالها هو يعني التنمية ديال السياحة الداخلية. اليوم اللي ما ولاتش واحد المنتوج التكميلي قد ما هو منتوج أساسي وجب الاعتناء به. السائح كذلك المغربي من حقه يزور يعني البلاد ديالو ويتعرف على جميع المآثر التاريخية والمزارات. صراحة فرحة بزاف صنيع صاد النحل اللي حسيت لك ماني غير تسلك ما حسيت. بصراحة نحن جد فرحين بهذه الحرفة التي أوصلتنا إلى طنجة وإلى الأماكن المهمة. لقد عرضنا في المغرب كله ونتمنى أن نسوق منتوجنا خارج البلاد. أتمنى من المسؤولين عن هذا العمل أن يضاعفوا مجهوداتهم للترويج لمنتوجاتنا واستقطاب زبائن أكثر. إلى غاية 28 من الشهر الجاري تتواصل فعاليات المعرض التضامني للمنتوجات المجالية والحرفية لإقليم تيزنيت، معرض يشارك فيه مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي توثق وتؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ الإقليم وتعمل على عصرنة مؤهلاته الطبيعية وما تزخر به من حرف ومواد يميزها عن باقي مدن المملكة المغربية.